السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام بورتو البرتغالي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2020/2021. التوقيت والقنوات الناقلة والمعلق. المباراة بإذن الله تعالى هيكون ميعادها اليوم الأربعاء 21/10/2020. المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وميعادها الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعينا الكرام، المباراة في الجولة الأولى زي ما قلنا من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا 2020. القناة الناقلة قناة بي إن سبورتس اتش دي 2 ومعلق المباراة خليل البلوشي، وكذلك هناك قنوات أجنبية وهي كمطرها. الفرقتين او مانشستر سيتي وبورتو البرتغالي ومعاهم اولمبياكوس ومارسيليا يقعوا في نفس المجموعه، في المجموعه الثالثه او مجموعه سي، ولسه ما لعبوش خالص. هيلعبوا هيبتدوا لعب ان شاء الله من اول بكره في هذه الجوله الاولى. كان معكم محمد نور الدين من قناه مع من قناه من الاخر وخلاص، قدمنا لكم موعد مباراه مانشستر سيتي القادمه امام بورتو البرتغالي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2020/2021. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.